تحية لكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من المرصد الحقوقي. كما عودناكم في كل أسبوع نرصد لكم حالة حقوق الإنسان في البلاد وأبرز انتهاكات التي وقعت خلال الأسبوع الماضي من يوم الاثنين 14 من أكتوبر وحتى يوم الأحد 20 من أكتوبر 2019. إجمالي الانتهاكات مشاهدينا 239 انتهاكا، حازت ميليشيا الحوثي على النصيب الأكبر من ممارسة تلك الانتهاكات بعدد 216 انتهاك، تليها ميليشيا المسلحة التي تتبع الإمارات بعدد 18 انتهاكا، ثم جماعات مسلحة بعدد 3 انتهاكات، وانتهاك واحد رصد لقوات أمنية تتبع الحكومة الشرعية، وهناك أيضا انتهاك واحد أيضا لم يتم التعرف عليه وقيدت ضد مجهول. أيضا خلال فترة الرصد مشاهدينا الكرام تم رصد تقارير حقوقية وإقامة 6 فعاليات حقوقية وإصدار 4 تقارير حقوقية أيضا، بالإضافة إلى 5 بيانات حقوقية صادرة عن عدة منظمات مجتمعية. بعد هذا الفاصل القصير نسرد لكم تفاصيل هذه الانتهاكات. إذن مشاهدينا الكرام تفاصيل هذه الانتهاكات، لو بدأنا بحالات القتل بداية، 31 حالة قتل وكانت البيانات كالتالي نتابعها سوينا الآن، 26 حالة قتل مواطنين قتلتهم ميليشيا الحوثي وكانت التفاصيل والأرقام كالتالي، 3 حالات لقتل مواطنين بانفجار ألغام وعبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي، منها حالتين في محافظة تعز وحالة واحدة كانت في محافظة الحديدة. أيضا هناك 6 حالات لقتل مواطنين برصاص مباشر، منهم 3 حالات في محافظة إب وحالتين في محافظة دمار وحالة واحدة كانت في محافظة حجة. أيضا هناك 17 حالة لقتل عناصر مسلحة من ميليشيات الحوثي قتلتهم الميليشيا إعدام وتصفية كان ذلك في محافظة الضالع. كذلك 3 حالات لقتل مواطنين قتلتهم ميليشيات مسلحة تتبع دولة الإمارات وكانت التفاصيل كالتالي نتابعها، حالتين قتل مواطنين بسبب اشتباكات مسلحة بين فصائل لكتائب أبو العباس في محافظة تعز، وهناك أيضا حالة واحدة لقتل طفلة بدهس مدرعة تتبع اللواء 35 في محافظة تعز أيضا. أيضا هناك حالة واحدة لقتل مواطن برصاص جماعة مسلحة في محافظة تعز، كذلك حالة واحدة لقتل مواطن لم يتم التعرف فيه على الفاعل وقيد ضد مجهول كان ذلك في محافظة عدن. ننتقل الآن إلى موضوع الإصابات والرصد الذي تم بهذا الخصوص، هناك 8 حالات لإصابة لمواطنين تم رصدها في هذا أو في خلال فترة الرصد مشاهدينا، 3 حالات إصابة لمواطنين المتسبب بها ميليشيا الحوثي وكانت البيانات كالتالي، حالتي إصابة لمواطنين بانفجار ألغام وعبوات ناسفة زرعتها الميليشيا إحداها كانت في محافظة تعز والحالة الأخرى كانت في محافظة الحديدة، هناك أيضا حالة واحدة لإصابة مواطن برصاص مباشر كان ذلك في محافظة إب، هناك أيضا 3 حالات لإصابة لمواطنين في اشتباكات مسلحة بين فصائل تتبع كتائب أبو العباس أيضا في محافظة تعز، أيضا هناك حالة واحدة لإصابة امرأة إثر فض قوات أمنية تتبع الحكومة الشرعية لاعتصام أقامه عمال النظافة كان ذلك أيضا في تعز، حالة واحدة لإصابة مواطن برصاص جماعة مسلحة كذلك في محافظة تعز. ننتقل إلى موضوع القصف والتدمير وما تم رصده خلال فترة الرصد مشاهدينا، 7 مناطق مأهولة بالسكان قصفت بالأسلحة الثقيلة تم رصدها خلال إعداد هذا التقرير والتفاصيل كالتالي نتابعها، هناك 6 مناطق قصفت من قبل ميليشيا الحوثي وكانت التفاصيل 3 مناطق في محافظة الحديدة وهذه المناطق منطقة الدريهمي والجاح وأيضا مديرية الحسينية، هناك أيضا منطقة الفازة في مديرية التحيتة، منطقة واحدة كانت في محافظة تعز وهي الأحياء السكنية في شمال المدينة. ننتقل الآن إلى منطقة واحدة أيضا كانت في محافظة الضالع في مخيم للمهماشين في منطقة مريس ومنطقة واحدة في محافظة حجة وهذه المنطقة هي منطقة الطينة في ميدي، كذلك منطقة واحدة قصفت من قبل ميليشيا الانتقالية التابعة لدولة الإمارات في محافظة شبوة وكانت منطقة عين بمعبد في مديرية رضو. إذا هذا فيما يتعلق مشاهدينا بالقصف والتدمير، لو انتقلنا إلى موضوع التفخيخ وتفجير الجسور والطرقات، تم رصد حالة واحدة رصدت خلال فترة إعداد هذا التقرير، ففجرت ميليشيا الحوثي الجسر الرابط بين منطقة حمام مرخزة وحبيل السامعي على الخط العام الرابط بين محافظتي الضالع وإب.
ننتقل لموضوع مهم جدا وهو موضوع الدروع البشرية وكيف تقوم الميليشيا باستخدام المختطفين والمعتقلين لديها واستخدامهم كدروع بشرية. كانت هناك واقعة أولى نقلت فيها ميليشيا الحوثي 400 مختطف من السجن المركزية في صنعاء إلى معسكر القوات الخاصة في منطقة السبعين الذي حاولته الميليشيا في من معسكر، وهو طبعا ضرب سابقا من قبل طيران التحالف العربي وحولته إلى السجن. الواقعة الثانية اتخذت ميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة إحدى البنايات وسط منطقة مأهولة بالسكان في شارع 50 مخزنا للذخائر والألغام، ولم يعلم الساكنون في نفس الحي بالموت القابع بجوارهم إلا بعد أن فجر هذا المخزن. وسوف نتابع هذا الموضوع بشكل مفصل مع ضيفتي في الجزء الثاني. ننتقل الآن إلى موضوع آخر وهو موضوع السجون والمعتقلات التي تم رصدها خلال هذه الفترة. هناك احتجاجات على طول أمد اختطافهم اللاقانوني الذي تجاوز 4 أعوام. فقد أعلن المختطفون في سجن الثورة الاحتياطية الخاضع لميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء إضرابهم عن الطعام منذ بضعة أيام، ومطالبين بسرعة إطلاق سراحهم ونيل حريتهم الكاملة أو إحالتهم إلى القضاء. ننتقل إلى موضوع مشاهدين الكرام الاختطافات التي تمت في هذه الفترة. العدد كان كبيرا مشاهدين، 98 حالة اختطاف لمواطنين تم رصدها في هذه الفترة، 94 حالة اختطاف لمواطنين قامت بها ميليشيات الحوثي. كانت التفاصيل هي كالتالي: 76 حالة اختطاف لمواطنين كان ذلك في محافظة دمار، 11 حالة اختطاف لمواطنين في محافظة عمران، 6 حالات لاختطاف مواطنين في أمانة العاصمة صنعاء، حالة واحدة لاختطاف لمواطن في محافظة إب، و4 حالات لاختطاف مواطنين من قبل ميليشيا تتبع دولة الإمارات. كانت التفاصيل هي كالتالي: 3 حالات اختطاف مواطنين من قبل ميليشيا الانتقالي كان ذلك في محافظة عدن، حالة واحدة لاختطاف لمواطن من قبل ميليشيا حرس الجمهورية كان ذلك في المخا. ننتقل إلى موضوع الاقتحامات. هناك 4 حالات اقتحام رصدت خلال فترة إعداد هذا التقرير، والمتسبب فيه جهتين مسلحتين بطبيعة الحال، الميليشيا تتبع الإمارات وكذلك الميليشيا الانقلابية الحوثية. هناك 3 حالات اقتحام قامت بها ميليشيا الانتقالية التابعة لدولة الإمارات في محافظة عدن. التفاصيل كانت هي كالتالي: هناك حالتين لاقتحام منزلين في محافظة عدن، أيضا كانت هناك حالة واحدة لاقتحام إذاعة محلية في محافظة عدن ونهب محتوياتها بالكامل. هناك أيضا حالة واحدة لاقتحام مستشفى حكومي في مدينة تعز من قبل مجموعة مسلحة. لو ننتقل الآن إلى موضوع النزوح والتهجير الذي تم رصده من قبل فريقنا الميداني في هذه الفترة، هناك 74 حالة رصدت لنزوح أسرة أو أسر خلال فترة التقرير. البيانات أو التفاصيل: هناك 74 أسرة نزحت من منازلهم وهم سكان قرى الطينة بعزلة بني عاتي في ميدي جراء قصف الحوثي لمناطقهم بشكل غير مسبوق. نزحوا إلى مناطق في مديرية حيران ومنطقة الجعدة التابعة للمديرية ذاتها. هذا فيما يتعلق بالنزوح مشاهدينا. ننتقل إلى موضوع النهب والإتلاف الذي تم خلال هذه الفترة. هناك 13 حالة نهب وإتلاف قامت بها جهتين مسلحتين. نتابع التفاصيل سويا الآن. هناك 9 حالات نهب وإتلاف قامت بها ميليشيا الحوثي، ولو ركزنا على التفاصيل هناك 5 حالات نهب وحالتين نهب سيارات مواطنين في محافظة أب. هناك أيضا نهب ميليشيا الحوثي ما يزيد عن 1 مليار ريال من إيرادات مديريات محافظة إب أيضا. كما فرضت الميليشيا طوقا أمنيا على منزل أحد الصحفيين في منطقة الصباحة بالعاصمة صنعاء تمهيدا للاستيلاء عليهم. كما أغلقت وزارة الصحة التابعة للميليشيا الحوثية في أمانة العاصمة 432 صيدلية بعدة ذرائع، وذلك بغرض ابتزاز مالكيها في نهاية المطاف. هناك أيضا 4 حالات إتلاف تمت في هذه الفترة من قبل ميليشيا الحوثي، 3 حالات إحراق لمنازل مواطنين في محافظة إب، أيضا هناك حالة واحدة لإتلاف شاحنة بسبب انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة. هناك أيضا 4 حالات نهب مارستها ميليشيا الانتقال التابع لدولة الإمارات. كانت التفاصيل كالتالي: هناك حالة واحدة لبسط قيادات في ميليشيا الانتقالي على شارع عام في مدينة عدن وتحويله لملكية خاصة للبناء عليه. أيضا هناك حالة واحدة لنهب محتويات إذاعة محلية في محافظة عدن، حالة واحدة أيضا لنهب سيارة مواطن في منطقة الشعب في مديرية البريقة أيضا في محافظة عدن. كما تم رصد حالة واحدة لنهب مواطن في مدينة عدن مبلغ وقدره 130 ألف ريال سعودي.
فيما يتعلق بالفعاليات الحقوقية التي تم رصدها خلال هذه الفترة مشاهدينا، 6 فعاليات حقوقية أقيمت في هذه الفترة. التفاصيل هي كالتالي: أعلن مختطفون مدنيون في سجن الثورة الاحتياطية الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء بدء الإضراب عن الطعام منذ أيام، وذلك احتجاجا على استمرار اختطافهم من دون توجيه أي تهمة لهم أو حتى محاكمتهم. أيضا نظم العشرات من أبناء مدينة تعز مسيرة تضامنية مع عمال النظافة في المدينة للمطالب بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية التي لم تصرف وأيضا كانت متأخرة. كما أقام أبناء مدينة التربة مظاهرة حاشدة طلب المتظاهرون من خلالها بإخلاء المدينة من المجاميع المسلحة وكذلك التنديد بالانتهاكات التي يتعرض لها السكان هناك. أيضا نظم أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة تعز وقفة احتجاجية تنديدا بتعرضهم للاعتداءات والتهديدات المتواصلة من قبل جماعات مسلحة. كما أيضا عاود عمال النظافة في المدينة احتجاجاتهم المطلبية بصرف مرتباتهم ومحاسبة المعتدين على اعتصامهم عفوا. أخيرا فازت الناشطة اليمنية المدافعة عن حقوق الإنسان هدى الصراري بجائزة الأورورو للصحوة الإنسانية للعام 2019 بعد كشفها عن وجود سجون سرية تابعة للإمارات كما نعرف في جنوب البلاد. هذا فيما يتعلق مشاهدينا بالفعاليات. لو انتقلنا لموضوع أيضا الإصدارات الحقوقية التي تمت في هذه الفترة، هناك 4 تقارير حقوقية و5 بيانات صحفية تم رصدها خلال هذه الفترة، فترة الرصد. أطلقت منظمة الجند لحقوق الإنسان بالتعاون مع وحدة الرصد في المركز الإعلامي للمقاومة في محافظة إب تقرير حقوقي بعنوان سنوات النكبة الخمس. تم رصد طبعا أهم الانتهاكات التي تمت في محافظة إب. كما أصدرت مؤسسة ضمير الحقوق والحريات في محافظة شبوة تقريرها للربع الثالث من العام الجاري والذي وقفت فيه أمام الأحداث والتطورات التي شهدتها المحافظة خلال شهر أغسطس الماضي. كذلك مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في تعز أصدر هو الآخر تقريره الشهري حول الانتهاكات التي طالت المدنيين في محافظة تعز خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري 2019، حيث رصد المركز في التقرير 51 حالة من الانتهاكات. أيضا أطلقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقرير حقوقي رصدت فيه انتهاكات ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها خلال 10 أيام من الأول من أكتوبر وحتى 10 من أكتوبر 2019. وثقت الشبكة خلال هذه الفترة فترة إعداد التقرير 514 انتهاكا ارتكبتها ميليشيا الحوثي. كذلك رابطة أمهات المختطفين خلال فترة الرصد أيضا أصدرت بيانين صحفيين، أحدهما وضحت فيه أن ميليشيا الحوثي قامت بنقل 400 مختطف من السجن المركزي بالعاصمة صنعاء ووضعهم في معسكر القوات الخاصة في منطقة السبعين كدروع بشرية هناك. البيان الآخر أعلنت فيه أن المختطفين في سجن الثورة الاحتياطي أضربوا عن الطعام منذ عدة أيام احتجاجا طبعا على سجنهم وعدم محاكمتهم. كما نشر المركز المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان في جنيف بيان صحفي طلب فيه ميليشيا الحوثي بالتوقف فورا عن تعريض مئات المختطفين للخطر والتوقف أيضا عن استخدامهم كدروع بشرية وأهداف للضربات الجوية. أخيرا هناك بلغ صحفي لمنظمة رايس رادار لحقوق الإنسان ومقرها أمستردام طلبت ميليشيا الحوثي برفع الحصار عن تعز والالتزام بتعهداتها. كما حثت ممثل الأمم المتحدة في اليمن مارتن جريفيث بممارسة دوره في الضغط على الميليشيا لتنفيذ الاتفاقات ذات الصلة برفع الحصار عن مدينة تعز. كذلك أصدرت نقابة المطاعم اليمنية في صنعاء بيان صحفي استنكرت فيه الجبايات الحوثية الجائرة مؤكدة رفضها لتلك الإجراءات والمضايقات التي تواصل استهداف الاستثمار والقطاع الخاص في مناطق سيطرة الميليشيا. إذن هذا ما تم رصده، هذه التفاصيل رصدناها لكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل سننتقل لموضوع الحلقة، استخدام الميليشيا المختطفين كدروع بشرية، وبالتفصيل سنناقش ذلك بمعية ضيفتي، فابقوا معنا.